Rational Shias and the Refusal of Myths. واهم كتاب انا قصه غير حقيقيه وكان غير موجوده. اهم كتاب عند الشيعة اللي هو الكتاب الكافي اللي جمع في اوائل في بدايه القرن الرابع الهجري الشيخ محمد الكليني ابن يعقوب الكليني، فجمع هذا الكتاب و يعني ذكر روايات كثيره فيه، روايات كثيره غير صحيحه، ولكن لم يشر الى هذه القصه، مما يعني ان الشيعة لم يكونوا يعرفون هذه القصه. بدات في القرن الرابع والخامس تظهر بعض القصص والروايات والكتب المفقوده، يعني تروى روايات عن كتب وهي كتب غير موجوده وغير معترف بها وغير يعني مشاهدة. عبارة عن حكايات شفوية حكايات بعد مئات السنين. يجي مثلا ابن أبي الحديد في القرن السابع الهجري وهو كاتب معتزلي كما هو معروف، يذكر عن في القرن السابع هو جاء الهجري، يذكر عن الجوهري في القرن الرابع أنه الجوهري ذكر هذا في كتابه السقيفة وفدك، الكتاب هو مفقود، هو يقول الكتاب مفقود. طيب أنت كيف نقلت عن هذا الكتاب المكتوب القرن الرابع وأنت ما تذكر لنا أي سند؟ وليس له هذا الكتاب، وهو غير معتمد، وحتى ابن أبي الحديد لا يعتمد على هذه القصص التي نقلها عن ذاك الكتاب المفقود اللي يمكن هو وجد له في النسخة واحد كاتبها ناسبها لذاك الشخص. وابن أبي الحديد طبعا ينفي هاي القصة ويسخفها ويقول أبدا هذا غير معقول، اللي بعض الناس يداولون هاي القصة بناء على المصادر، بعد ما يذكر يعني المصادر المتعددة يقول هاي قصة غير صحيحة ويعني غير معترف فيها. أكبر عالم شيعي الشيخ المفيد في بداية القرن الخامس الهجري ينسف هذا الكتاب ويرفضه رفضا نهائيا. كيف نقل سليم بن قيس هذه القصة؟ فهذا الكتاب هو أساسا كتاب موضوع مختلق، لا إمام زين العابدين شايفه ولا قال بحقه كلام ولا الإمام الصادق، إنما هذه أحاديث نسبت وكتبت على الكتاب مثلا في القرون اللاحقة. أنا أجي أكتب لك الآن على الكتاب، أجيب لي نسخة من الكتاب وقال رسول الله أن هذا الكتاب معتبر حتى يزيد من هذا مصداقية لا يطلع على الكتاب ولم يرى ولم يمجد، وكذلك الأئمة من أهل البيت لم يعرفوا هذا الكتاب ولم يوثقوه ولم، إنما هذه أقوال روايات إشاعات يعني تنسب وتوضع وتؤلف، فإحنا ما نقدر نصدق أنه قال الإمام زين العابدين بحق هذا الكتاب أو قال الإمام الصادق ليس من شيعتنا من أحد ما عنده من هذا الكتاب. هذا كله أحاديث أسطورية اختلقت فيما بعد حول الكتاب لإعطاء زخم وإعطاء مصداقية وتمرير بين الناس. أما هذه المسألة فهي مسألة تاريخية لا علاقة لها بالعقيدة ولا علاقة لها بالاجتهاد ولا علاقة لها بالتقليد في هذا المجال، هي مسألة تاريخية كبقية المسائل التاريخية. ولم نكن أول الناس الذين أثاروا هذا الموضوع، فنحن نقرأ أن الشيخ المفيد رحمه الله لم يؤكد ذلك في كتبه، وهكذا نجد أن من علمائنا المتأخرين السيد محسن الأمين والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد هاشم معروف وكثير من العلماء الذين لم يؤكدوا هذه الحادثة. ونحن عندما درسنا هذه المسألة على مستوى الوثاقة في الرواية وعلى مستوى المضمون الرواية رأينا أن هناك قلقا كأنه فيما ينقله المؤرخون، ولذلك كان موقفنا أننا نشكك في الموضوع، لم ننفي ذلك ولم نثبت ذلك، وإنما قلنا أننا نتحفظ حول هذا الموضوع. وعلى كل حال فالمسألة ليست من المسائل المرتبطة بالعقيدة أو المرتبطة بالشريعة أو المرتبطة بأي موقع يمكن أن يتحرك سلبا بالنسبة إلى الذي يرى رأيا سلبيا في هذا الموضوع. So it's, I mean, it's very clear that, you know what I'm saying, that in the event of God or Qum, like people who sit there and narrate, like the Sunnis or the Shiites, you know, Sunnis and the Twelvers, or the, I should say, the more of the extremist element,
It's very clear that the event of Dar al-Qom in its contextual form shows very clearly that Imam Ali al-Islam was appointed as Mullah, which is a chief, a guardian, protector, and friend of the Muslims. In the context of that is what Imam Ali al-Islam was sitting here. He was interpreting Islam. His actions towards Islam was done in a certain way, and other Sahabas were getting upset and the way that, you know, he interpreted, and they thought that their interpretations were better. So because they thought their interpretations were better, the Prophet had to tell them several times, you know, saying, Ali's good, Ali's good, Ali's good. Many times the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, you know, that you know, Imam Ali, you know, is understanding, he's the best judge, and he's the best, you know, basically the best judge, one that has the best judgment. And in the context of Dar al-Qom, it's very clear that, you know, Imam Ali was having problems with certain Sahabas trusting his interpretation of the deen. So he stopped at a place named Dar al-Qom. He told him, Ali is your mullah, you know, and appointed him as the protector of the ummah, and appointed him as the one for whom basically the final interpretation of Islam comes down to. Meaning that if some of the Sahaba are arguing and conflicting with each other, they go to Ali as the judge. Ali settles it. His verdict is final. None can oppose him. Anyone who opposes the Ahlul Bayt and Imam Ali, they're done for. So he was the final judge among the Ummah, and that's why you see Khalif Umar have him as a judge during Khalif Umar's Khilafah. So the answer to that is that no, he was not appointed as Khalif. He was appointed as Mullah. And yes, the Muslims are obligatory and bound to listen to Imam Ali as far as his judgment is concerned. As far as when he speaks on Islam, that's it. Khalas, there's no option in the matter. You know, but yeah, indeed, the Sahaba was supposed to teach people Islam, you know, what they had learned from the Prophet. But when it comes to rank and file, Ali is the judge. And so they were bound, they have to listen to him as the mullah, as well as the caliph. Once the caliph Umar goes on and says, hey, this is a problem, what do you say on this, Ali? And he gives a straight judgment, that's it, khalas. People don't, then there'll be trouble on that level. So that's what that is. So because of that, you know, Imam Ali is more preferable to be the caliph. You know, because of that fact of the day of Dar al-Qom, among many other things. Another hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was that he said, oh Ali, you will fight, to the point he said, I fought on the basis of the revelation, and you, Ali, will fight on his interpretation. So that's again another point that Ali's interpretation of Islam is superior and supreme to others. But yeah, the inventor of Dar al-Qom is very clear that Imam Ali is the final interpretation. He's the mullah of the ummah, no doubt about it. And this is why he is preferable for caliphate, even above Abu Bakr. And some people say, well, you know, there's hadith where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, you know, Abu Bakr, you know, we usually consider that Abu Bakr and Umar are favorable. And there's disputes whether, you know, this is acceptable or not. And some people do indeed say that this is authentic. However, my view is that at the event of Dar al-Qom, even if that was said by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that indeed wiped it out. You know, the Dar al-Qom event wiped it out, because that was later, right before the Prophet died. You know, and then after that, you know. So, definitely Imam Ali is more preferable to be caliph. But alhamdulillah, the ummah did not choose Imam Ali. So alhamdulillah, Abu Bakr was, you know, a good choice. You know, so alhamdulillah. Salaam alaykum. هم في الحقيقة لم يقوموا ببحث هذه الأمور ولم يدرسوها ولم يتوقفوا عندها، إنما قلدوها، قلدوا السابقين من العهد الصفوي، من العهد البويهي اللي في القرن الرابع سيطر ونشر هذه الإشاعات. فهم يقلدوا التاريخ. هم لا نستطيع أن نقول هؤلاء علماء عندما لم يدرسوا بعلم ولم يقولوا بعلم ولم يتبنوا بعلم هذه القصص والحكايات. لو بحثوها ودرسوها، وأحنا نسألهم أن هذا الإجماع والتواتر والكذا الأشياء المؤكدة من
من أين أتت؟ فماذا يكون الجواب؟ متى أصبحت؟ متى صارت هذه القصص متواترة ومجمع عليها؟ عندما نعود للتاريخ، نعود للكتب القديمة، نعود الكافي اللي هو أهم كتاب عند الشيعة، ولا نجد أثرا لهذه الحكاية والقصة. رغم أنه ذكر كثير من القصص اللي غير معقولة وغير مقبولة، ولكنه لم يذكر هذه القصة، وروى عن كتاب سليمان بن قيس الهلالي. الكافي روى روايات، عدد من الروايات عن كتاب سليم، ولكن لم يذكر هذه القصة التي أضيفت في نظري إلى كتاب سليم فيما بعد، لأن الكافي طلع على الكتاب ولم يذكر القصة، إما أنه كان يضعف هذه القصص، وإما أنه ما كانت موجودة في هذا الكتاب، وإنما هذا كتاب مفتوح. هذا كتاب سليمان بن قيس الهلالي كتاب مفتوح ومضحك في الحقيقة، لأنه مثلا عندما نرجع إلى كتاب بحار الأنوار للمجلسي عند يذكر كتاب، يعني يذكر روايات كتاب سليمان بن قيس، ثم يقول الروايات التي نسبت إلى كتاب سليمان بن قيس الهلالي ولم توجد في كتابه. فصل كامل في كتاب بحار الأنوار اسمها الروايات التي نسبت إلى سليمان وهي غير موجودة، مما يدل على أن هذا الكتاب كان مفتوح، كشكول مفتوح، كل واحد يجي يكتب بما يشاء. هل عندك دليل؟ هل عندك دليل ان عمر كسر ضلع فاطمه من جعفر الصادق عندما اسس مذهبي؟ مذهب جعفر الصادق الاثنى عشري مذهب فقهي، انا تزوجت وانا ادين له، وانا سائر على مذهب جعفر الصادق وليس مذهبكم الحالي، مذهب الكفر والتكفير. انا اسال ايه الله، إذا أنت تقول أن أنت شيعي وأنا ليس شيعي، دليلك يا آية الله القزويني حفظك الله ورعاه هو أنك تؤمن بالإمامة، وأنا لنفترض أؤمن بالإمامة، إذن هسه صرت أنا ثلث شيعي وأنت ثلث شيعي. الثلث الآخر أنك تؤمن بأن فدك غصبت من فاطمة، ودعنا أقول لك ممكن أن أتفق وياك حفاظا على وحدة المسلمين وحفاظا على اتباع لك كآية الله. إذا ثلثين عندي وثلثين عندك، بقى الثلث الآخر اللي هو موضوع النقاش حاليا، هل أستغفر الله هذا المجرم عمر بن الخطاب وعثمان بن وبكر ضربوا فاطمة الزهراء؟ هنا الاختلاف بيني وبينك، لو أنت شيعي صحيح لو أنا شيعي صحيح، أنا لا يمكن أن أقتنع بهذه العملية إنه هؤلاء ضربوا فاطمة وكسروا ضلعها وحرقوا بابها وهي أساسا ما عدا باب، ليس لها باب، والمسمار خلش دخل في ضلعها وهي ليس لها مسمار، كيف تريدني أن أصدق هنا؟ إذا أنت شيعي وتؤمن بهذه أنا بريء من شيعيتك، أنا شيعي ولكن لا أؤمن أن أسب عمر وأتهمه بالجرم هو وأبو بكر، لأن هما يمثلون قمة الإسلام، رموز الإسلام، علي وعثمان وعمر وأبو بكر وآل البيت، كلنا شيعة وكلنا سنة في نفس الوقت، لكن أرقى شيء تقوله اذكر لي آية بالقرآن تقول إنكم أنا خلقتكم سنة وشيعة، ماكو آية بالقرآن يا أخي، يا أخي ارجع، نحن مسلمون، ارجعوا إلى العهد الأول، قولوا نحن مسلمون. احنا ما نتعصب في الدفاع عن أحد، إنما نقول هذه الأسطورة عندما احنا نؤمن بها ونروجها وننشرها ما نجني منها أي فائدة سوى زرع الحقد على الآخرين والعداوة والبغضاء اللي سوف يرتد علينا، سوف يرتد على من يؤمن بها القصة أو على عموم الشيعة أو على عموم المسلمين بإثارة التفرقة، بإثارة العداء والبغضاء، وبالتالي قد يدفع البعض للانفعال أو السب واللعن والشتم، يعني باعتقاد أنه هذا حدث في التاريخ وهذا يستدعي مواقف سلبية ضد هؤلاء، وبالتالي تتأجج الفتنة. فلكي ننزع الفتنة لابد أن ننزع هذه الألغام الأسطورية من التاريخ.